تسعت بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة بن محمد السادس نصر الله عليه. لقد التجربة المغربية يشكل حافزا لنا من أجل مواصلة الخيرات بكل التزام بتوجهات قناعة الدولة ومؤسساتها، ودافعا إلى المثابرة على بذل الجهود لحل الإشكالات المطروحة مهما تكون صعبة، وتحقيق الانصهار والتقارب اللازم بين السياسات والاستراتيجيات العمومية واحتياجات المواطنين. من هذا المنطلق فإن وزارة الداخلية الأخيرة هي جهد لمواكبة وإنجاح مثل الأوراش الجهوية المفتوحة، أخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من جميع الأزمات التي مررنا بها، والتي يجب أن تغذي وتثري تفكيرنا حول أولوياتنا التنموية. نولي في هذا الصدد الثقة الدانية لأداء المؤسسات بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة بن محمد السادس نصر الله عليه. لقد التجربة المغربية يشكل حافزا لنا من أجل مواصلة الخيرات بكل التزام بتوجهات قناعة الدولة ومؤسساتها، ودافعا إلى المثابرة على بذل الجهود لحل الإشكالات المطروحة مهما تكون صعبة، وتحقيق الانصهار والتقارب اللازم بين السياسات والاستراتيجيات العمومية واحتياجات المواطنين. من هذا المنطلق فإن وزارة الداخلية الأخيرة هي جهد لمواكبة وإنجاح مثل الأوراش الجهوية المفتوحة، أخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من جميع الأزمات التي مررنا بها، والتي يجب أن تغذي وتثري تفكيرنا حول أولوياتنا التنموية. نولي في هذا الصدد الثقة الدانية لأداء على مواجهة التحديات المطروحة ومن النتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها في عدد من الأوراش، فخير دليل على ما يتمتعون به من روح المسؤولية في خدمة مصالح المواطنين وفق مقاربة قوامها الجدية والتفاني العامة. مقاربة تنحرف على إحصائها كثقافة وكجهد يومي في تعاطينا مع تدبير الشأن العام، وفي تتبعنا للمشاريع الكبرى المهيكلة. رايتنا التدشين لتصور جديد لنموذج الحكامة الترابية، ينقلنا من حكامة النوايا والتوجهات إلى حكامة النتائج والإنجازات والآثار الملموسة. وفي الختام لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى السيد خطيب الهبي الوالي السابق لجهة نملة خنيطرة وعامة كليب نملة على المجهودات التي بذلها وعلى الكفاءة والتفاني التي أبان عنهما خلال مدة توليه المسؤولية واليا على جهة الشرق وعاملا على عمالة المجتمع الدائم. وأغتنم هذه الفرصة أيضا لأنوها بالجهود التي يبذلها المتقابل والسلطات المحلية وفعالية المجتمع المدني في خدمة ساكنة الجهة، والاستجابة لتطلعات أبنائها الذين يحملون بدورهم مسؤولية النهوض التنموي بها. وأوهم بالجميع أن يمدوا يد المساعدة للوالي الجديد، كما أوهم برجال القوى العمومية من أمن وطني ودار البلد وقوى مساعدة ورجال القوى ورجال